السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو غادي ندير معكم الحصة 8 من الوحدة 4 توالد الحيوانات، واللي كتخص مشروع تكنولوجي ديال هذا الوحدة الرابعة. هذا المشروع التكنولوجي ديال هذه الوحدة أنا فقط غنعطيكم تقنيات، وغادي نعطيكم واحد التجربة فقط كيفاش تربيوا واحد الحيوان وتعرفوا المراحل ديال التوالد ديالو. إذا الهدف من هذه الحصة وهو التمرن على تربية حيوان لمعرفة مراحل توالده بحال الحمام نموذجا. داكوغ، ابخوندغ ا الفي ان انيمال افان دو سويفغ لي زيتاب دو سا روبرودكسيون. اذا كما دائما في المشروع ديال الوحده، المشروع التكنولوجي، خصني نحضر الوسائل. شنو هما الوسائل باش نربي الحمام؟ اذا والاعداد لاستقبال الحمام. اذا اولا انشئ مسكنا يستجيب لمعايير التهويه والنظافه والبعد عن المفترسين، واضعه في مكان امن وملائم. يعني شنو غادي ندير؟ غادي ندير له واحد البلاصه فين غادي يسكن هذا الحمام، مثلا بحال هكا، واحد القفص بحال هكا. وهذا القفص شنو خصو يكون كيضمن؟ هذا الحمام خصو يكون كيضمن له من التهوية، يعني يكون كيدخل له الهواء، النظافة يكون نظيف، والبعد عن المفترسين، يعني البعد عن مثلا الكلاب اللي ممكن تفترس هذا الحمام، يعني تاكل هذا الحمام. وكنوضعه في واحد المكان ملائم وآمن. ثانيا، أتقصى عن كيفية تربية الحمام وغذائه وأجمع المعلومات اللازمة للعناية به. يعني باش نعتني بهذا الحمام خصني نشوف كيفاش كيعيش، يعني نمشي نشوف في يوتيوب ولا نسول الناس اللي ديجا رباو الحمام على شنو كياكل الحمام، شنو كيعجبو الحمام، فوقاش خصنا نوكلو، فوقاش خصنا نشربوه، داكوغ، باش تعتني به. داكوغ. ثالثا، احضر ما يكفي من الغذاء لمدة واجدد المخزون عند الحاجة. يعني غادي نحضر واحد الكمية ديال الغذاء، وكل ما تسلت لي غادي نجيب كمية أخرى. رابعا، أختار زوج حمام سليم ومعافى من الأمراض، وأهيئ له مكانا عشا لحضن البيض. جاي، إذا غنختار واحد الزوج ديال الحمام سليم. يعني أنا الحمام اللي غادي نشري نجيب واحد الحمام اللي هو في صحة جيدة وكيتوالد، أنا عارفه بأنه كيتوالد. مثلا غادي نجيب مثلا ذكر والأنثى، لأنه ضروري حدوث التوالد ما بين الذكر والأنثى، احنا قريناها في واحد الدرس من دروس هذه الوحدة. ثم غادي نهيئ لهم واحد المكان، يعني واحد العش تما فين غادي يحدث التوالد، وغادي تبيض داك الحمامة الأنثى، داكوغ، وتما فغادي تحضن على البيضة ديالها باش نحصلوا على كتاكيت، على حمام صغير، مفهوم؟ ها، إنجاز المشروع. شوفوا إنجاز المشروع كيف يتم. معلومات هامة: الحمام حيوان عاشب يتغذى بالحبوب أساسا، وقد يتناول بعض الحشرات. إذا هذه معلومات، مفهوم، معلومات اللي خصو أي واحد ممكن يربي الحمام أو لا باغي يربي الحمام خصو يعرفها. يعني الحمام واحد الحيوان عاشب، يعني كياكل العشب، وقد يتناول بعض الحشرات في أحيان معينة. تغذية الحمام مرتان إلى 3 مرات في اليوم، وتزويده بالماء الصافي. إذا الحمام خصو يتغذى 2 حتى 3 ديال المرات في النهار، وخصك تعطيه ماء صافي. وضع ماء نقي في إناء قرب العش للاستحمام. قرب العش ضروري، ما خصك تخلي ماء نقي باش داك الحمام كيدوش مرة مرة. داكوغ. اعتني بالمسكن بتنظيفه باستمرار لحمايته من الأمراض. يعني كنعتني بالمسكن ديال هذا الحمام، مثلا كندير واحد البروغرام ديال كل 3 أيام ولا كل سيمانة كننظف هذا المسكن باش ما يوليليش داك القفص مكرفس وعامر بالفضلات ديال هذا الحمام. عدم وضع الحمام في قفص لكونه محبا للحريه. اذا انا ملي قلت لكم قفص، ديروا واحد القفص اللي هو كبير ماشي صغير، لان هذا الحمام محب للحريه، قد يموت لانه محبوس، مفهوم؟ نعطيو الحريه لذاك الحمام مره مره. سي بيان. داك اتقاسم واقوم المشروع، اضع بطاقه تتبع وتسجيل الملاحظات، انجز تقريرا مع نهايه الموسم، واتقاسمه مع رفاقي في المدرسه، وانجز ملخصا للسبوره الحائطيه مرفوقا بصور تؤرخ لمراحل التوالد. مزيان. هذه بعد انجاز المشروع، كل واحد من التلاميذ كيتقاسم الطريقه اللي ربى بها الحمام هاد التلميذ، وكيتقاسمها مع صحابه باش حتى هما يعرفوا كيفاش كيتربى الحمام. وبهذا غادي نكون ساليت لا فيديو ديالي اليوم. انا حاولت فقط انني نعطيكم واحد الفكره ونشرح لكم شويه باش تفهموا كيفاش كيتربى الحمام. كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.